هل بالفعل تعددت مصادر التمويل المتاحة للمزارعين في الضفة؟ وهل يخدم هذا الواقع المزارع؟ وكيف ينظر المزارع إلى هذا الأمر؟ وهل ساهم تعدد مصادر التمويل في تطوير العملية الزراعية؟ أسئلة من بين أخرى نحاول الإجابة عليها من خلال هذا التحقيق الذي سنبدأه باستطلاع آراء فئة من المزارعين تعتمد في تمويل حملاتها الزراعية على القرض الزراعي. 189 احنا نتعامل مع القرض الزراعي، ما قطعنا شقنا عليه شيء، معاملات ما يسألنا الدين، لا نسأله، معاملات معنا حسن، خلصوا دائما لي الحمد لله، عقبانا مخلصين ما يسألنا. خدمات مقارنة مع اللي موجود في السوق قطعا يشبه هو بكل هونش من الناس تتعامل معاه، يدير لك مقارنة مع النسبة اللي داير هو من على الفائدة، فهذا مع اللي يديروا الناس هون واحدين يديروا لك يعطوك شوي هون ولا وقع ولا معمول عليه عقبها، وبعد اللي نشوره معمول عليه وموجود. هناك أيضا فئة أخرى من المزارعين سلكت طريقا آخر مخلصا لها من شروط مجحفة ترى أن القرض الزراعي يفرضها عليها. خارجة فئة كبيرة وأنا منها، عن أهل المصانع عنهم يعطوا تمويلات، وأي شيء حد طلبوا منهم موجود عندهم، ويقد يعود ما هو بعد على الناس كاملة، غير بعد فئة كبيرة منهم قطعانها تمثل 70%، وهم هم اللي شيء، هم هم اللي الجانب الآخر 30% يقد يعود المصانع ما يتعاملوا معها. عنهم عندهم دور مهم في قضية دعم الزراعة، ها نختير نقوله به اللي لاهي عند من ينتشر التربة، تعود ما عندك تربة وتجي الدور لوكاسيون تريه لاهي تجبره ولا يتجبر أبسط لاهي تدخلها لاهي تقيس المصنع ولا يعطيك هذا، ومنين تلحق مرحلة صماط لاهي مدرك الفضاء، ومنين تلحق مرحلة صواير العمال وش إذا حالته لاهي يربطك ملي بوتيك ولا يتم تقبل منه هذا، إلين تلحق مراحل السميدة والموبيل لا هي يربط معاك العائل ولا هي يقيم معاك ولا هي يخلص عنك هذا كامل في الوقت المناسب. وقطع للناس اللي متعامل مع المصانع قطع عنهم استفادة. هناك إذن طريقان يحصل من خلالهما المزارع على التمويل، زد على ذلك أنه ثمة مجموعة ثالثة تعتمد على إمكاناتها ذاتها في نشاطها الزراعي. خارقين واحدين اخرين تجار هربوا بهم الركود التجاري وبهم تغير الظروف، هربوا من التجارة وعدين الزراعة وهذا يمولوا رؤوسهم ذاتيا ويمثلوا كتلة كبيرة من المنتجين، معتمدين لا على إمكانياتهم ولا مقابضين معنا حد. خارق طبقة من الناس هم اللي من الشباب اللي عاطلين اللي ما جبروا العمل ولا يقدروا تم قاعدين ولا يحانوا الناس ولا يسرقوا، عادوا في يكروا الترابات من عند الناس اللي ما عندهم ويستلفوا ما عند كل حد علي الله وعلي الله ياك يحرثوا، وهذا ما اللي خلق زاد هو ساهم في تغطية جزء كبير من العاطلين، وساهم ما اللي في انه يحرك الدور الاقتصادي. بالنسبة لي انا لا يالتها تراجع به اللي المنتج ضعيف ويعمل في ظروف صعبة مردوديكته ضعيفة، منين ما يشبر مدة رحمته لا يتم دائما لا في تعثر دائما، والناس تشتري من عنده واحدين يشتروا من عندهم حسب اللي نسمع، واحدين يقبلوا فوائد مجحفة واحدين متسامحين. نختار نقول عن قرض الزراعي سي ان انستيتيسيون فينانسيير ميز على ديسبوزيسيون دي زاغيتور بور فينانسي لو سيكتور اغريكول، ويمثل هون بين ديريكسيون جينيرال اي ان اجانس ريجيونال سيت اجانس كو جي ريبريزونت مو ان تانك شيف داجانس، ومولو تعاونيات القرويات ومولو تعاون الخصوصيين. مصادر القرض ولا التمويل اساسا
خارج منها اللي عند المصانع. ولماذا به اللي من يتخلص هو على الأقل 12 مليار من اللوجية مضخوخة في الشمامة هون، ومنين تقارن تخرص نسبة القرض اللي هو قرض الموريتاني للزراعة اللي هو نسبته ما تلحق 10%. ذاك الأساس فعلا في هاي المستثمرين اللي هم المصانع الأرز ويعامل معاهم، ولكن معاملة معاهم ما هي شاملة للجميع. والقرض الوساء هو موجود فعلا، يقير الولو وجلو هو اللي طرح مشكلة. بروز جهة تمويل جديدة وإن كانت غير مصنفة وتوجه بعض المزارعين إليها أمر يطرح العديد من الأسئلة، فلماذا حدث ذلك؟ من أنت خرص حد إذا هو قيمة العقارية اللي اكتار 212,000 شو تمثل ثلث من تكاليف الهكتار. وعلى ذاك الأساس نظرا لتكاليف تيتر الفونسيوم اللي هو به اللي هو يخلص تدفع عنه 22,000 الله 24,000 الهكتار. هذا الناس كانوا موعد، والمعاملة مع المصانع فعلا معاملة غير ما هي متنظمة. ونعدلو ان سيرفيس تكنيك، ان اكومبانيمون تكنيك وزاكيلتر اللي مولين نحن باللي حد كامل مولينه. وبذوك الشروط اللي قلت لكم قبيل، عندهم دي غارانتي فونسيير، عندهم دي زيبوتيك فونس دي زيبوتيك دي تيت فونسيير اوربان او رورال بور لي زاكيلتر بريفي. وعندهم ذوك الخصوصيين كوم كوبراتيف فيلاجواز دامانت الدولة مولوهم دي كريدي كور تيرم et moyen terme. Moyen terme, ga moi le mécan عندنا فيهم moyen terme مول فيهم خصوصيين اللي عندهم دي غارانتي، sinon on finance le court terme exclusivement. Pour le moment là ngoul vetnaraina on est en cours de financement. Yakar on a déjà 20 dossiers en instruction. Le quart de zraï c'est un maillon de l'état, un secteur de secteur de développement li في موريتانيا. و les 202,000 جايين من une évaluation de l'état d'un titre foncier. Donc tous les titres fonciers li عندنا هون titre foncier ruraux مو évaluين par les domaines 202,000. نحن ما نقدروا نقاوموا شيء ما قاومته الدولة. لا فهم ولا مصنع لا يقول لك عنه يقبل منتج وما يقولوا مجه في المجه. يعطيه جميع اللي يحتاج من المدخلات ومن الآليات، ياك ينتج يقير يشيل واحد يقبل من عنده ماكينة يسقي بيها، ويشيل واحد يقبل من عنده شمن بذور يبذرهم، ويشيل واحد يقبل من عنده شمن قزوال، ويشيل واحد يقبل من عنده شمن أنقرة، وذو كله يتعامل معاه يقول له هذا راني لين يشتري من عندك مارو تقريبا إلى عدد اللي مبيع بتسعين وقية، لأن يقبل من عندك واحدين يقول لك إنه يقبل من عند بثمانين واحدين يقبلوا بتسعين. واحدين بعض من المصانع به اللي بحاجته كبيره مارو لا قاعد يعطيه لهم على اساس اكل اللي ينباع به مارو يمشي معاه الناس. معناها انه ما هي واحد فيه. تختلف إذن الآراء والتحليلات بخصوص هذا الشأن، كما لا تتفق حول مستقبل هذا القطاع الذي يعول عليه كثيرا في عملية التنمية الشاملة في البلاد. Il y a un État développé, développé par des structures de financement en béton, ou salhin, les zéras. Il faut qu'il y ait un crédit agricole fort, il faut qu'il y ait une banque forte qui accompagne les agriculteurs avec des conditions. Les conditions, il y a des crises sans problème. On a dit les والوزارة يالتهم يجمعوا إلى يعدلوا منهجية صالحة. وأنا أقترح بعد أن تعود في سياسة ربط عندها خارطة الطريق يمشي عليها المزارع مع المصنع والمصنع مع المزارع، وتعود هي الحاكم. نختار نقول للمزارع على أنه يالته يعود موضوعي
وعلى انه يتعامل مع لا يعتمد عليه شو ما هو بين ايديه، وانه يضحي كيف كان يعدل، ولا جاءوا افات لافات يحكمهم اللام ولا انا ويشوفهم اللام ولا انا، وطالبين من السلطه العموميه على انها تبذل كل جهود انها تنقذ القطاع، انه يعاني حالا انه يعيش حالا حال ترباك. وظاهر لعلهم لا في 100 مؤشرات على المبارك مع الشيء عدل، يقول هم اللي نختاره عود كافي وعسله. الحصول على شريك يتعهد بالوسائل المادية واللوجستية هي أول خطوة يقوم بها المزارع في بداية طريق طويل غير مفروش بالورود أحيانا، لكنه بتجارب الآخرين يظل بلا منازع هو السبيل الوحيد لتحقيق نهضة تنموية واقتصادية واجتماعية في متناولنا إن تحققت الإرادة. السلام عليكم.